مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم أجزاء المملكة، مع رياح البوارح نشطة مثيرة الغبار والأتربة، وفرص لبعض الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باستعراض الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. يوم الأحد أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم أجزاء المملكة، حارة في المنطقة الشمالية الغربية العظمى 38 والصغرى 25، الشمالية الشرقية 41-27، المنطقة الشرقية والوسطى والمناطق الجنوبية الشرقية من المملكة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة. في المنطقة الشرقية العظمى 46 والصغرى 32، المنطقة الوسطى 47 العظمى والصغرى 31، المنطقة الغربية 39 إلى 22، وأيضا هناك رياح نشطة في المنطقة الغربية تثير أحيانا بعض الغبار والأتربة، وأيضا أجواء غائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية مع زخات متفرقة من المطر أحيانا. يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في معظم أجزاء المملكة، المنطقة الشمالية الغربية العظمى 39 والصغرى 27، المنطقة الشمالية الشرقية 40 إلى 30، أجواء شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية 45-32، المنطقة الوسطى شديدة الحرارة 46-32، وأجواء حارة في المنطقة الغربية 39 إلى 31، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع بعض الأمطار المتفرقة أحيانا 30 إلى 21 درجة مئوية. يوم الثلاثاء استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في معظم أجزاء المملكة، الشمالية الغربية 40 إلى 26، والشمالية الشرقية 42-30، المنطقة الشرقية أجواء شديدة الحرارة 45-33، والمنطقة الوسطى شديدة الحرارة 46-32، والمنطقة الغربية 39-30، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع بعض الأمطار المتفرقة 27 إلى 20. ويوم الأربعاء أيضا استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في معظم أجزاء المملكة، المنطقة الشمالية الشرقية 41-27، والشمالية الشرقية 44-30، والمنطقة الشرقية 44-35، والمنطقة الوسطى 45-33، والمنطقة الغربية 38 إلى 30، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة أحيانا 29 إلى 20 درجة مئوية. ويوم الخميس بإذن الله استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في معظم أجزاء المملكة، الشمالية الغربية 42 العظمى والصغرى 28، 44 العظمى والصغرى 31 في المنطقة الشمالية الشرقية، والمنطقة الشرقية شديدة الحرارة 45 إلى 32، والمنطقة الوسطى 46-33 شديدة الحرارة، والمنطقة الغربية 39-32، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع بعض زخات من الأمطار أحيانا 28 إلى 21 درجة مئوية. يوم الجمعة أيضا استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في معظم الأجزاء المملكة، الشمالية الغربية 42 العظمى والصغرى 27، 45 العظمى والصغرى 30 في المنطقة الشمالية الشرقية، والمنطقة الشرقية 43 إلى 31، والمنطقة الوسطى 44 إلى 33، والمنطقة الغربية 41 إلى 33، والمنطقة الجنوبية الغربية 29 إلى 21 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئيا. مشاهدينا، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.